السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. هالمرة عندنا هاي اللابتوب الاتش بي. هاي اللابتوب صاحبها مثل ما تشوفون طبعا حالها مكسرة كلها، مثل ما تشوفون حالها مزري. يعني صاحبها حاول يحل المشكلة، هاي يحل مشكلة الكسر، انه جاب لحيم ياباني اللي نسميه او اللي سوبر جلو، وصاب عليها صب بحيث انه كلش صعب عملية تفكيكها صارت. طبعا الجلو بعد ما صبه سوى شورت، الشورت حرق الفلاتة وسوى شورت بحيث سكت اللابتوب بشكل كامل. طبعا بالزور وبصعوبة قدرت افكك الجهاز واطلع الشاشة. مثل ما تشوفون هاي الشاشة قدرت اطلعها. طبعا هاي المنطقة كلها كانت معباية بالجلو، حتى اثار الجلو موجودة لحد الان. طبعا كل هذا الشيء خطأ. شوف المكان الجلو كله هنا جلو او سوبر جلو او لحيم ياباني او لاصق ياباني. بعد تفكيك الجهاز هو عزل الفلاتة بصعوبة مثل ما قلنا، الجهاز رجع يشتغل، ولكن بما انه الفلاتة تالفة مثل ما تشوفون ومشرتة ومحروقة، فاضطرينا نجيب فلاتة جديدة. الفلاتة الجديدة جت، ولكن المشكلة ما انتهت. المشكلة شنو؟ عندنا هذا السوكت مال الشاشة طبعا بسبب الجلو فايت بداخله، مثل ما تشوفون هنا اذا واضح عندكم ال 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 السوكت مال الشاشة رايح مكسر. يعني قدرنا احنا نطلع السوكت، ولكن كل الاجزاء البلاستيكية مال السوكت باقية جوا بداخل المنفذ مال الشاشة. فهدفنا حاليا راح يكون انقاذ هاي الشاشة، لانه الشاشة غالية مثل ما تعرفون، فراح نشتغل على اصلاح او استبدال هذا المنفذ. سوية شلون راح نسوي هذا الشيء بدون ما نضرر الشاشة، هذا الشيء اللي راح يعرفه بهذا الدرس. خليكم متابعين. اجينا على المزه الثاني اخوان، خلينا نروح الوضع الهاند. مثل ما تشوفون امامكم اخوان، هاي الشاشه اللي الهدف من الفيديو انه نصلحها. راح نستبدل هذا المأخذ. شلون راح نقوم باستبداله؟ اول شيء راح نجيب طبعا شاشه ثانيه. هاي الشاشه طبعا الاخرى مكسوره مثل ما وضحتكم، مكسره. راح ناخذ هذا الكارت، راح ننتزع هذا الكارت مال هاي الشاشه، وناخذ منه المنفذ هذا ونحطه محل المنفذ التالف. شلون راح نسوي الخطوات؟ اول خطوه راح نسويها، راح نجي ناخذ هذا المنفذ السليم ونحضره لعمليه التركيب. طبعا الامر اللي محظور علينا هو استخدام الحراره مع هذا السوكت. راح نلحمه بدون ما نخلي الحراره تعبر على الشاشه وتتلفها. فهذا الكارت شلون راح ننتزعه؟ راح نجي نفككه. طبعا هاي الشاشة بما انه هي مكسورة، فممكن انه نحتاج اللدات مالها، فاللد عزلته بهذا الشكل، عزلنا اللد. راح نجي نفك هذا الكارت بهذه الطريقة. بعد ما فككنا نجي نقطع فلات الكوف بهذا الشكل. هذا الكارت اللي راح ناخذ من عنده السوكت. خلينا ناخذ الشاشة السليمة على جنب. بما انه هذا السوكت سليم، فلازم نطلعه بشكل سليم حتى نستخدمه. حتى لا نتلفه راح نسخن عليه من الجهة الخلفية. شلون هذا الشيء؟ راح نطوف الكارت. خلي اجيب لكم الكاميرا شوية لهنا. السوكت هنا، فراح نجيبه بهذا الشكل ونخلي ثقل بهاي المنطقة، ونخلي فلوكس بهاي الجهة. بعد ما خلينا فلوكس راح نجي نسخن من الجهة الخلفية على درجة حرارة 400. طبعا احذر انه الفلوكس ما يسيح وينقط على يدك ويحرقك، يكون حذر من هاي الشغلة. طبعا السوكت اللي جاي ننتزعه هو 40 بن، والشاشه ايضا 40 بن، لازم يكون نفس السوكت. افندم دايلم ارجل معذرة اخوان، الزباين قامت تجي واحد ورا الاخ واضطريت اطفي. على العموم
مثل ما اتفقنا 400 درجة ونسخن من الخلف. خلينا نصعد الحرارة أكثر، خلينا نروح على 450 همين، 450 درجة، بما أنهم من الجهة الخلفية فإن شاء الله ما يصير أي مشكلة. والله انا السوكت بشكل سليم مثل ما شفتوا، هذا اللي نحتاجه من الشاشة الاولى اللي هو السوكت فقط، والسوكت مثل ما شفتوا انتزعناه بدون ما نعرضه لاي ضرر. هذا القطعة السليمة اللي راح نستخدمها على الشاشة الاخرى. زين، هاي اول خطوة. الخطوة الثانية، خلينا ننتقل الى الشاشة السليمة. هسه الشاشة السليمة هذه عندنا هذا السوكت تالف صح، بس هنا الحرارة، استخدام الحرارة ممنوع علينا. شو راح نسوي؟ اول شيء خلينا نفتح هذا الشيلد او اللاصق اللي هنا، ارفع هذا اللاصق الاسود، خلينا نسخنه شوية حتى نتعامل وياه بسهولة. طبعا الزبون مسبح الشاشة كلها بالسوبر جلو، فما جاي اقدر افك هذا اللاصق بسهولة. على العموم مو كلش يعني مهم، اصلا هو هذا القدر يكفينا. شوفون كل مكان بايت الجلو على كل المكانات، على العموم كل مكان طاب جلو حتى لا نضرر الشاشة. خلينا نكتفي بهذا القدر، نجي بهذا الشكل. حضرنا السوكت الجديد هنا، هذا السوكت الجديد وهاي الشاشة مثل ما تشوفون أمامكم، وهذا السوكت اللي راح نبدله. خلينا نروح تحت الميكروسكوب، راح نرفع الميكروسكوب شوية. مثل ما واضح امامكم اخوان، هذا السوكت اللي تالف اللي لازم بس نستبدله. شلون راح نستبدله بدون ما نعرض الشاشه للحراره؟ هذا الشيء راح نسوي سوا. اول شيء راح نجيب كميه لا باس بها من الفلوكس، بعد ما خلينا فلوكس ناخذ سولدر مثل ما شفنا على الكاميرا السفليه، طبعا تصدير درجة الانصهار مالته قليلة، وبال سن الكاوية نجي ونخلي سولدر او قصدير بكمية لا بأس بها حتى نرفع السوكت التالف. طبعا بما انه السوكت التالف فماكو داعي تخاف على شيء، خليه يحترق، يعني هدفنا انه نرفع بدون ما نسخن بشكل كبير على الشاشة. طبعا البخار اللي جاي يطلع بريحة سوبر جلو، وهذا الشيء ضار أعتقد، فلازم نكون شوية حذرين ونخاف على صحتنا. طبعا مثل ما تشوفون السوكت صار عليه قصدير بكمية كافية، هنظل نسخن لحد ما ينفك ويانا السوكت. بدأ يرتفع مثل ما تشوفون، وطلع ويانا هذا السوكت التالي.
من على الكاميرا السفلية. نظف المكان مالته. خليني نجي ناخذ الساعة القصدير ننظفه. راح ننظف القصدير. زين خلينا ننظف. افندم يا تليفون بطل، تليفون بطل سيدي يشتري جندي دي بتون هايات دوردو يا بنم كارغو هفتاي قلت قيامتكو بارد چوك يا واش سن چوك شباب بعد ما رفعنا السوكت التالف مثل ما شفتوا نظفنا مكانه النتيجة بهذا الشكل. راح نسوي هسه راح نخلي شوية فلاكس. خلي الفلاكس بهذا الشكل على كيف نهيئ المكان لعملية لحام السوكت الجديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاني زباين مضطر أوقف يا اخوان ارجو المعذره. طبعا اضطريت اوقف التسجيل بسبب الزباين. زين هسه رفعنا قلنا السوكت القديم مثل ما شفتون نظفنا محله. هسه باقي عندنا نلحم السوكت الجديد محل القديم. طبعا راح نجي ايضا بدون حراره بدون تسخين بعد ما خلينا فلوكس بهذا الشكل. طبعا خلينا نجي نثبت الحوافي اول شيء. زين خلينا نثبت الصفحه الاخرى او الطرف الاخر. زين لحمنا الاطراف مال التثبيت اللي هو على اليمين وعلى اليسرى. باقي نجي نلحم الأطراف الخلفية. فر الشاشة نرجع للميكروسكوب. طبعا نجي نلحم الأطراف الأخرى بهذا الشكل. ننظف مكان العمل. طبعا عندي شك بالارجل انه ممكن يكون مو كلهم اللحمه و... هذا ما شفنا اخوان بعد القيام بعمليه اللحيم. خلينا نروح نجرب النتيجه ونشوف راح نشتغل تشتغل الشاشه عندنا ولا لا. خليكم متابعين. اي شباب جبنا الشاشه ويانا وهاي اللابتوب وهاي شاحنتها هاي الفلاتر المقطوعه القديمه. خلي قبل كل شيء نخلي الفلاتة محلها الفلاتة الجديدة. طبعا نربطها بهذا الشكل وهذه الفلاتة الشكل هذا. نربط الفلاتة مع نربط الباور والفلات التشغيل ما مربوطة بس نقدر نجمبر الأطراف بهذا الشكل مثل ما تشوفون. اشتغلت اللابتوب وعرضت صورة وقدرنا ننقذ الشاشة مال الزبون بهذا الشكل اللي شفتوه. الحمد لله والشكر العملية نجحت مثل ما تشوفون. طبعا راح نقوم بإصلاح الكسورات اللي موجودة باللابتوب ونجمعها بشكل ممتاز وبعدها نسلمها للزبون. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كون وياكم سيف قداوي من قناة قداوي تك. في أمان الأخوان.